بدأت الآن التصفية الأولى والأخيرة لسباق 50 متر فراشة مرحلة متر فراشة مرحلة العمومية. أقوم بتسليم الميدالية الدكتور عادل مكي المدير الفني لمنطقة الصعيد للسباحة وعميد كلية التربية الأردنية بأسوان. سيكا فاز بالمركز الثاني السباح ياسين محسن إبراهيم مركز شباب المنيا. وبالمركز الأول السباح كريم محمود خاروق نادي بني سويف.